دور نورك. عايز في البداية أعرف منكم إزاي عشتوا آخر حفل مباشر شاركتوا فيه كمتنافسين؟ بصراحة كان اللايف يعني آخر لايف كان صعب علينا كلنا لأنه ما حد كان عارف النتائج، ومو بس اللايف الأخير، حتى اللايفات اللي قبل من بعد قرار كاشا إنه حيطلع كل واحد كل شخصين في حلقة، بس آخر لايف كان صعب كتير يعني ما كنا مرة. ما كنا عارفين شو راح يصير، ونحن اللايف كنا كتير عتنين همه لأنه نحن اللي بقينا كتير قراب من بعض لأنه من أول برنامج سوا، فهيدي الحلقة كانت كتير بتوجع وانصدمنا يعني صدمنا اثنيناتنا أنه اثنيناتنا ظهرنا، وهي الأكثر الصدمة الأكبر أنه جمعة الجاي كنا راح نفترق، يعني هي بعد أكثر من أنه ظهرنا. مزبوط. أنا رح بلش مع جوري وقول إنه الناس انصدمت من النتيجة وما حدا كان متوقع خروجك، وبنعرف إنه شفناك عم تبكي بس عم تضحكي، يعني بكيتي وبكيتينا، فبس بدي أسألك كيف كان وقع هذا الحدث عليك؟ بصراحة يعني ما حد كان متوقع النتيجة، بس يعني أنا تقبلت الأمر، قلت إنها هي يعني it's a game، إنها لعبة في النهاية، فطبيعي في رابح وفي خسران، بس الحمد لله انه انا فخوره من نفسي انه وصلت لهذه المرحله، عشان كذا انا ماني زعلانه وبشكر يعني الجمهور والمتابعين انه هم اللي وقفوا كمان معايا، وبشكر يعني استاذ حسن كمان برضه نحن فخورين. طيب فادي، انت كنت كمان منافس لجوري، هل انت كنت تتوقع ان هي راح تخرج؟ صراحه انا بس ظهرت تعرفوا انتو في انترفيو بالباكستيج وبيصيروا ياخذوا رايي وهيك، بس سمعت اسم جوري وقفت كل شيء وصرت عم بتطلع على الشاشه اللي بالباكستيج انه لا اكيد لا في شيء غلط، اكيد عم بسمع غلط، لانه بالنسبه لي جوري من احلى الاصوات بالبرنامج، وكنت عامل حسابي انه هي رح تربح. كانت صدمه كثير كبيره علينا كلنا، بس انا برجع بقول انه انا وجوري وصلنا لمرحله كثير حلوه بالبرنامج وعملنا اللي بدنا نعمله، وهلا من بعد البرنامج هو الـ البدايه الانطلاق. طيب جوري المسؤول عن فريقك الاستاذ حسن طالب قال انت يوم الحفل اتخرجتي، فجاهزه للانطلاق؟ اكيد جاهزه، انا من يوم ما قالوا اسم انه انا خرجت من البرنامج، هذه هي الانطلاق، صح هي البدايه. طيب مين برايكم راح يفوز وليش؟ سؤال صعب. صح بس والله كلهم يستاهلوا الفوز، لانه كلهم اصواتهم حلوه وكل واحد يعني خامته غير، ما نقدر نحدد نقول هذا الافضل، ما في، لانه كل واحد خامته غير، كل واحد عنده شخصيه وعنده صوت وعنده حضور، فما نقدر نحدد مين اللي حياخذ او مين اللي يستاهل او مين الافضل. أوكي. يعني نحن رح نقبل هيدا جواب لأنه أيوة. دبلوماسي، ما بدكم تزعلوا حدا من رفقاتكم. أوكي.